بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا يا غالين، الأخ نوتفيكس نوكسو، أتمنى أن أكون قد نطقت الاسم صحيح، يسأل ما هو بديل المقسمات والسيبيا لأنهما غير موجودين في بلادي. بالنسبة لمن يسأل عن ما هي السيبيا، فهي السيبيا هذه العظمة تباع عند بائع الطيور، تكون على هذا الشكل. قبل أن تعطيها للطيور تقوم بحكها وتشميسها جيدا لإزالة الروائح الكثيرة. الأخ نوتفيكس نوكسو، حبذا لو تضعون اسمكم يا غالين كي أقوم بنطقه بشكل صحيح، وكي يعني أتكلم كأني أتكلم مع أحد يعني قربي ويشاهد وأشاهده. المهم نوتفيكس نوكسو، ما هو بديل بقسمات والسيبيا لأنهما غير موجودان في بلادي؟ أولا يا غالي، بالنسبة للبقسمات فممكن إذا كان عندك باجي، أقول إذا كان عندك باجي أن تأخذ قشور البيض وتقوم بطحنها حتى تصبح على شكل بودرة، يعني لا أعرف إن كنت أتقصد حتى تصبح على شكل بودرة. ليس هناك بودرة، كنت أتمنى أن المهم تقوم بمسك البيض وتكسيره أو هرمشته حتى يصبح على شكل بودرة. هذا بالنسبة لعظمة السيبيا، قمنا بوضع بديل لعظمة السيبيا. بالنسبة للبقسمات يا غالي، فممكن البقسمات فقط ممكن أن تأخذ خبز جاف ليس به خميرة، خبز جاف ليس به خميرة، وتقوم بتشميسه ريتما يصبح صلب. بعدها تقوم بكسره جيدا فتصبح فيتحول الخبز إلى بقسومات. بعد ذلك تضيف إما كما قلت البيض المهرمش جيدا على شكل بودرة، أو تضيف زيت الزيتون الطبيعي في ذلك الخبز ثم تعطيه لطيورك. كان هذا جواب للأخ نوتفيكس نوكسو، أتمنى أن أكون قد وفيت في هذا الفيديو، لكن إذا كان هناك استفسار آخر ممكن أن تطرحه وأجيبك على شكل كتابي. كان معكم أبو مكرم من قناة محترف الطيور، في رعاية الله.